نشارك مع الشباب في الوقفه اللي هم موقفينها، لان عايزين كفايه بقى استئذاف ونزيف لموارد المؤسسات الصحفيه. واللي بيحصل في روسيا الروسي ان هو بيجيب حد بيتميز بعدم المهنيه، بيعمل على شكل الصف، بيغطي على عدم المهنيه بشكل الصف، والوحده بين الشباب وبين الموجودين، بالإضافة إلى نزيف إدار المال العام يوميا وبشكل مستمر. جريدة روزا اليوسف العريفة اللي عمرها داخل دلوقتي في حاجة و80 سنة بتوزع 15 نسخة بفضل رئيس التحرير اللي اختاره المجلس الأعلى للصحافة، وكأن الفساد اللي شال مبارك هو الفساد اللي جاب رئيس التحرير روزا اليوسف. روزا اليوسف مش مقاولة. احنا عايزين نشتغل ومش عايزين نشتغل، واحنا مش عارفين ايه هو الهدف اللي ورا ده. احنا عقدنا اجتماعين مع رئيس مجلس الاداره، الاول قال ان هو هيتم ينقل مطالبنا ليها ويبدا يعمل اجتماع بيننا وبينها، ينقل كل اللي دار فيه وكل مطالبنا علشان نقعد في الاجتماع الثاني نتناقش معاها، الا ان احنا فوجئنا في الاجتماع الثاني ان هي رافضه ان هي تقعد معانا بدون اي اسباب واتهربت من الاجتماع. بتطالب النقابه بشكل واضح وصريح ان تغيير رئيس وزع التحرير والاتيان برئيس تحرير مهني يعمل على وقف نزيف واهدار المال العام المصري الذي يهدر يوميا.